طارق صالح يتسلم تأمين مدينة عدن بدلاً عن قوات الانتقال الجنوبي بدعم إماراتي. لنشاهد التفاصيل. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تتجه الإمارات إلى نقل قوات طارق صالح وإعادة تموضعها في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقال الجنوبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الإمارات والسعودية تجري الترتيبات لإعادة قوات طارق صالح إلى بئر أحمد وإخراج ألوية الانتقال كأحد الحلول المقدمة من أبوظبي لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي والانتقال وسط إصرار جماعة الإصلاح على تنفيذ الاتفاق. المصادر أوضحت أن قوات طارق التي بدأت بنقل معداتها صوب عدن بهدف استلام وتأمين المنشآت الحيوية وضبط الأمن في المدينة التي تعاني من الفوضى والمواجهات المسلحة بين عناصر الانتقال، معتبرة أن الإمارات تسعى لإزاحة الانتقال عن المشهد السياسي والعسكري بطريقة تدريجية كما حصل على غرار محافظة جبوة. يأتي ذلك بعد اتساع الخلافات بين الانتقال وجناح طارق فرع الإمارات منذ سيطرة الأخير على المرافق الحكومية في جبوة والاستغناء عن النخبة الشبوانية التابعة للانتقال وإحلال ما يسمى دفاع جبوة الموالية لطارق صالح بعد توغل قوات طارق صالح خلال الأشهر الماضية إلى المحافظات الجنوبية. واعتبر مراقبون عسكريون أن استخدام قوات طارق صالح إلى عدن خطوة باقية للإمارات قبل الإجراءات في رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح التي تخطط أبوظبي إعادته إلى المدينة.